لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا صحفي السوري طارق نعمان. أهلا بك طارق. يا هلا بك، مساء الخير. يزور ديمستورا اليوم دمشق لترتيب صياغة دستور جديد للبلاد، ما الذي ستقدمه هذه الزيارة خاصة وأنها تأتي في الأيام الأخيرة قبيل انتهاء مهمة ديمستورا كمبعوث أممي لسوريا؟ يقال أو نشر على الصفحات الإعلام السوري بأن هذه الزيارة ستخصص للتداول حول الإعلان عن اللجنة الدستورية العالقة حتى الآن وعن الأسماء من طرف النظام السوري ومن طرف المعارضة. هذا ما قيل فرحان حق مساعد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة قال أن هذه الزيارة ستستمر بضعة أيام، يعني بين 3 و9 أيام، وهذه يعني فترة لا يمكن أن تكون كافية للوصول إلى نتيجة لم يستطع ديمستورا تحقيقها في الأيام التي سبقت. بالحديث عن عما حققه ديمستورا وعما لم يحققه وفي ظل اتهامات له بالتواطؤ مع النظام لإرساء حل على مقاسه كما يقول بعض المراقبين، ما هي أهم المساعي التي قام بها ديمستورا للتوصل إلى حل في سوريا طيلة ال4 سنوات الماضية؟ ديمستورا كان ضمن سلسلة من 4 مبعوثين هم كوفي عنان والأخضر إبراهيمي وستيفان ديمستورا هو الرابع. في الحقيقة لم يحقق ديمستورا على الساحة السورية بخصوص الثورة أي شيء، ولكن كان مساعد وكان داعم لقرارات الأسد دائما وكل ما يصب في مصلحة الأسد. منذ 4 سنوات كان هناك غزل بين ديمستورا وبين نظام الأسد وبشار الأسد خصوصا، يعني تصريحاته كانت تتراوح بين الأسد يؤمن ويهتم بالعملية السياسية، الأسد جزء من الحل في سوريا. كل ما قام به ديمستورا كان كمن يعمل كموظف عند وزارة المصالحة الوطنية في حكومة الأسد، وهي تقديم الخدمات لمصلحة واحدة وهي تقديم الحل دون التطرق لرحيل نظام الأسد السفاح ونسيان. بالحديث عن رحيل الأسد، تحولت الأمور من حل سياسي وتغيير النظام إلى ما نشهده اليوم وهو صياغة دستور جديد في سوريا. لماذا هذا التحول في المطالب التي رفعها الثوار ورفعتها المعارضة أيضا؟ التحول جاء على يد ديمستورا حقيقة. ديمستورا عندما خلف إبراهيم الأخضر الإبراهيمي وكوفي عنان كان هناك بيان جنيف 2012 وقرار 2254 عام 2015. ديمستورا حول الموضوع من أو صب جهده كاملا لإنهاء الصراع العسكري أو ما يسمى بالصراع العسكري دوليا في سوريا بين نظام الأسد والثوار السوريين، وجزأ هذا الحل، ثم اعتبر بأن أي حل لا يمكن أن يقبل إلا بوجود الأسد، وبالتالي كانت جميع التوجهات التي يقوم بها والنصائح والملاحظات التي يقدمها تصب في أن الأسد هو الفاعل الحقيقي ضمن السياسة السورية، وبالتالي فلا يمكن الاستماع إلى الثوار. وكان من أهم تصريحاته بأن الثوار خسروا على الأرض ما خسروه، يجب أن ينصاعوا للأسد، وهذه التصريحات كانت قبل عدة أشهر. نعم، ما أهمية صياغة دستور جديد في سوريا ويؤدي لاحقا إلى توصل إلى تحقيق حل سياسي يرضي المعارضة؟ عزيزتي، لا يمكن للمعارضة الثائرة أن ترضى بأي حل دون خروج الأسد، لكنها ستكون شريكة في صياغة الدستور سيد طارق. الشراكة السياسية غير الشراكة على الأرض، ونحن رأينا وتابعنا ما يقوله الثوار على الأرض بغض النظر عما يقوله السياسيون، وهذا ما قام به ديمستورا الآن وأعلن فشله العاشر. نعم. ديمستورا فشل 9 مرات خلال 4 سنوات في أن يحقق ما يطلبه الثوار منه، والآن يحاول إنهاء الصراع العسكري وتسليم المرحلة السياسية لروسيا حتى تنتقل بملفات جنيف إلى سوتشي
ليكون مسار متتبع، وبالتالي يتم يعني تسليم النظام، ما تبقى من المناطق السريه الخارجه عن سلطته تحت مسميات التسويات. هذا الدستور لن يمثل السوريين، لان من يضعه ومن يشرف عليه هو روسيا. والمحور محور النظام الروسي الايراني ومحور الفصائل المسلحه تحت رعايه تركيه. طبعا الفصائل المسلحه انا اذكر بشكل حيادي الموضوع وصولا الى سوتشي والحوار السوري السوري. هذا الدستور لن يعبر عن الثوار، طالما ان هناك يوجد معتقلين لم يدافع عنهم دستوره ولم يتكلم عنهم ولم يقدم اي خدمه. كل ما يطلبه الثوار وكل ما طلبته الثورة السورية الآن خارج نطاق ما يطلبه دستورة، وقراءتنا للدستور لا تعبر تماما في هذا الدستور حاليا، لا تعبر عن رؤية حرة ديمقراطية للسوريين تحمل لهم الكرامة في المستقبل، وإنما سنعود للخضوع إلى نظام استخباراتي عسكري ولكن برعاية روسية إيرانية حاليا. شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي السوري طارق نعمان، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.